استهداف المدنيين والمنشآت الطبية وتدمير البنى التحتية، هذا ما شهده لبنان في الأسابيع الماضية، واشتدت وتيرته منذ نحو أسبوع. هذا العدو الذي لا يعرف الرحمة ولا يعرف الأطفال والنساء. الحصيلة الأولية لآخر أسبوعين أكثر من 1000 شهيد وآلاف الجرحى. الاستهدافات الإسرائيلية وضعت المستشفيات على بنك أهدافها، من بينها مستشفى تبنين الحكومي بقضاء بنت جبيل ومستشفى النبطية الحكومي والمستشفى اللبناني الإيطالي في قضاء صور، إذ تعرض الأخير إلى 5 غارات منذ بداية الحرب، والحجة المعلنة استهداف قواعد حزب الله. وفي الهجمات المكثفة الأخيرة على منطقة البقاع ومحيط مدينة بعلبك، طاولت نيرانه المنازل والمنشآت التجارية والصناعية فضلاً عن المزارع. استراتيجية الضاحية أسلوب إسرائيلي داءمت على استخدامه، يشمل تدمير البنية التحتية المدنية وتكريس حالة عقاب جماعي بفعل القصف الجوي المكثف. برزت الاستراتيجية للعلن في حرب لبنان عام 2006، والتي دمرت جزءا كبيرا من معاقد الحزب في الضاحية الجنوبية لبيروت. وتزامنا مع القصف المتواصل جوا وتهجير سكان الجنوب اللبناني، كثف الجيش الإسرائيلي عدد جنوده على الحدود اللبنانية في مؤشر لعملية برية مرتقبة، بحسب تقديرات مسؤولين أمريكيين، ما ينذر بمزيد من التدمير للبنى التحتية ومزيد من أعداد الشهداء.